أليس رح تغرق سعدوة؟ ولك رح تغرق أليس؟ يا الله سعدوة مش على الله. أوس روح روح جيب منشفة يلا يلا بسرعة. أليس عن جد شي غريب سمعت مستر يعني كيف حدا بهالعمر ما بيعرف يسبح يا جماعة؟ أليس عم تسمعيني؟ بس نحن كأنه زودناها شوي. معك حق شوفي لهلا ما صحيت. أوف ليش ما عم تفيق؟ خلصنا يا شباب بعده من هون ما في شيء تتفرجوا عليه. بنت وقعت بالمي وهي طلعوها يعني ما ضل شيء تتفرجوا عليه. يا ريت تفرقونا بريحة طيبة. أليس كأنه ماتت يا جماعة. بعده خذ دراسة. أليس في ما عم تفيق شو بدنا نساوي؟ يمكن بلعت مي كتير أو فادت الوعي بالخوف. أليس يا أليس ردي علي. أليس الحمد لله الحمد لله منيح فائد ما فيها شيء. كنت خايف إنه تموت. نفسي نفسي. أليس أنت منيحة؟ أنت منيحة طمني. أنت منيحة؟ بعيد عنا. أنت شو قصتك؟ عم أطمن على المخلوق شو كفرنا؟ يعني بتقتل القتيل وبتمشي بجنازته؟ يعني شو قصدك ولا؟ بدك تتهمني إني كنت رح أقتلها؟ قوم جيب الشرطة يلا. سميح روح من هون. حبيبي أنت ما دخلك فيني ولا جاي لهون وناوي تعمل علينا بطل؟ شو إلك علاقة فيها؟ جاوبني. لا تخبص ما عاد تحملك بنوبها. هلأ أنت مو ملاحظ أنك زودتها؟ ناوي تتحداني؟ سميح روح من وجهي. طيب يعني وإذا ما رحت؟ سميح روح من وجهي. اسمع تأخذ كلابك وبترجع لمحلك. مجد اتركه أحسن. معلش خليه يمثل دور البطولة. بس بدي أقول لك شغلة. حسابك صار كتير كبير عنا. كمل يلا شباب. يلا يا صبايا يلا. الحمد لله على سلامتك. لا تخافي سميحة شيلها خلينا نقوم. عمالك شوي شوي خلاص انت منيحة.